أذهب بسؤالي للسيدة إلينا بانوفا. سيدة إلينا، دكتورة هالة استعملت تعبير يبدو مبتكر أن الحق في التنمية هو حق أساسي من حقوق الإنسان. إذا كانت الأمم المتحدة لديها إدراك بأن هذه الأزمة أزمة الفقر وتناميه، أزمة عالمية وليست أزمة تخص البيئات الفقيرة وحدها، ما الجهد الذي يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة دعماً لهذه الاقتصادات والحكومات الفقيرة أو دعماً لأي مبادرات تنموية يمكن أن تسهم في تقليل معدلات الفقر؟ شكرا جزيلا فخامة الرئيس السيسي، السادة والسيدات المتحدثين. كما قالت الدكتورة هالة، فإن التخفيف من الفقر يقع في القلب من أجندة التنمية الدولية، الأجندة الدولية والأجندة الأفريقية والأجندات الوطنية. بعد أن أصابتنا الجائحة، فإنه في جدول أعمال التنمية يركز فيها الهدف الأول على إنهاء الفقر بكل صوره، وأدركنا أنه ظل وسيظل أكبر تحدي يواجه العالم. عندما أصابتنا الجائحة، أصبح من الجلي أن الأمر لا يتعلق فقط بالأزمة الصحية، بل إنها أزمة تنموية، ومن عانوا أكثر من غيرهم هم الفقراء، لأنه بالنسبة لهم أصبحت الأزمة أزمة مزدوجة. أولاً، لديهم أكبر خطر في التعرض للفيروس، وثانياً لديهم أقل قدرة للحصول على الخدمات الصحية ذات الجودة. وهنا أتحدث على المستوى العالمي، هناك بعض الإحصائيات التي ذكرت بالفعل والتي تشير إلى أن جائحة كوفيد قد زادت من الفقر العالمي بحوالي 500 مليار شخص، أو حوالي 8% من تعداد العالم. إذا ما نظرنا فقط إلى العام الماضي، فإننا نرى أن الجائحة قد دفعت 120 مليون شخص إلى الفقر المدقع، وذلك في البداية. أيضا هذا الفقر المدقع زاد من أوجه عدم المساواة بين الشمال والجنوب، والأمين العام للأمم المتحدة يتحدث كثيرا عن هذا الأمر، يتحدث عن فكرة أن التضامن مفقود وليس متواجدا في الوقت الذي نحن في أمس الحاجة إليه. إذن كيف نمضي قدما؟ وكان هناك سؤال من الدكتور أحمد. أود أن أركز على ثلاثة نهج أساسية، وقد أشار إليها عرض الدكتور هالة. إن الحكومة تعاملت مع هذه النهج الثلاثة الرئيسية. أولاً، التعافي لابد أن يكون تحولياً، لأننا لا يمكننا أن نعود مرة أخرى إلى الهياكل التي سبقت الجائحة والتي زادت من مستويات الفقر. الآن أود أن أثني على جهود الحكومة المصرية في إطلاقها للموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، واغتنام فرصة الجائحة من أجل المضي قدما. إن الأمم المتحدة تعمل عن كثب مع الحكومة وتدخل في شراكة معها فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، لأن الإصلاحات الهيكلية سوف تركز على توليد فرص العمل، وهذا هو ما نحتاجه. هي سوف تركز على إطلاق قدرات القطاع الخاص وعلى زيادة الإنتاجية والتصنيع، وسوف
تمهد للمزيد من المساواة. ثانيا إن التعافي لابد أن يكون شاملا، لأن كثير من أوجه التعافي تترك الكثير من البشر متخلفين عن الركب في صورة المجموعات المهمشة. وهنا أود أن أعطي مثالا بسيطا حتى نفهم ما الذي يعنيه بالشمولية. والمثال هو مثال عن إفريقيا. حتى قبل الجائحة فإن أثرى 22 رجل في العالم كان لديهم ثروة أكبر من المال الذي تملكه كل النساء في إفريقيا، وتزايدت هذه الهوة مع الجائحة. ثالثا، لابد للتعافي أن يكون مستداما، لأننا لابد أن يكون لدينا بناء للمرونة مع صافي الانبعاثات الصفري. وهنا أرحب بجميع جهود الحكومة المصرية في هذا الصدد. في خلال كل هذا الأمر لابد أن نستمع إلى ما يود إلى أصوات الفقراء من أجل أن يكون هناك توفير للخدمات في هذه المجتمعات بكرامة. ولكن دعونا ننظر إلى الجانب المشرق. نرى أمثلة من جميع أنحاء العالم عن الأفكار الخلاقة والمبادرات التي تجاوبت أو استجابت للجائحة. ويتضمن ذلك جهودا على المستوى العالمي من أجل تقوية التضامن الدولي، ولكن أيضا يوجد أمثلة محلية ووطنية من ضمنها أمثلة مصرية يمكنها أن تساعد الفئات الضعيفة. أود أن أركز على مثالين ونهجين معينين يمثلان أهمية في المضي قدما. أولا، ضمان التمويل المستدام. نحن جميعا ندرك أهمية هذا الأمر من أجل التعافي من الجائحة ومن أجل المستقبل الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. في الكثير من الدول تضاءلت الموارد المحلية، ومن ثم استجابت بعض الدول للطوارئ عن طريق زيادة الديون. والبنك الدولي يقدر أنه منذ الجائحة فإن الديون في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط قد ازدادت عن جميع مستوياتها في خلال 50 عاما الماضية. ومن ثم دعا الأمين العام للأمم المتحدة للمزيد من الجهود الخاصة بالإغاثة من أجل أن يكون هناك دعم للمبادرات ذات الصلة. وذلك يعني توفير الخدمات للبلاد التي تحتاجها، مثل الدول ذات الدخل المتوسط والتي تحتوي على 60% من فقراء العالم. ولذلك فإن دعوة سيادته وال سيادة القادة الأفارقة سوف يتم دعمها في هذه الأوقات. ولكن الدعم فيما يتعلق بالديون لن يكفي لمساعدة هذه البلدان، لأن ما نحتاجه هو أن يكون هناك استراتيجية تمويل مستدامة للتنمية، ولا بد أن يكون هناك تقييم للفجوة، وأن يكون هناك توجيه للاستثمارات الخاصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة تلك المتعلقة بأوجه عدم المساواة. ومن أجل لتحقيق هذه الجهود فإن الأمم المتحدة، ردا على سؤالك، الأمم المتحدة قد أطلقت صندوقا مشتركا من أجل إغلاق هذه الفجوة التمويلية. هنا في مصر يوجد 5 مؤسسات تابعة للأمم المتحدة تتضمن اليونيسف ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية وغيرها، دخلت في برنامج مشترك مع الحكومة المصرية يمول عن طريق هذا الصندوق من أجل دعم تمويل أو الاستراتيجية مصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. من خلال هذا العمل سوف نقيم مدى تكلفة بعض أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالناس، وكم من مواردنا سوف يتوجه إلى هذا الأمر، وما هي الفرص الجديدة. وقد تحدثت عن هذا الأمر دكتور
دكتور هالة تحدثت عن المشروعات الجديدة والمبادرات الجديدة، المبادرات الخضراء من أجل رأب هذه الفجوة. وآخر جزئية في مداخلتي هي ألا نترك أحدا متخلفا عن الركب، وذلك يقع في القلب من الحق في التنمية الذي ذكرته مصر وركزت عليه. فيما يتعلق بهذا الهدف فإنه أحد الوعود التي قطعها جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة، وهو يعكس التزام الدول الأعضاء بإنهاء الفقر. إن النهج العملية لتحقيق هذا الهدف تتعلق بالتركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة، وذلك يؤدي بنا إلى أن نمثل احتياجات البشر في الخطط الحكومية. إن مصر تعد رائدة في هذا الأمر في توطين هذه الأهداف مع آخر تطورات في التقرير 27 الخاص بتطورات وضع التنمية في مصر، ولكنه أيضا يقدم دليلا للحكومة ولنا من أجل البناء على البيانات بشكل استراتيجي من أجل مزيد من التدخلات ذات الأثر العميق. مثال آخر ذكر وسوف أذكره مرة أخرى هو التزام البلدان نحو توطين أهداف التنمية المستدامة، يعكس من خلال حياة كريمة. سوف أنهي كلمتي هنا، فقد أود أن أقول أن هذه المبادرة المحلية توفر فرصة رائعة للتخفيف من الفقر وأوجه عدم المساواة ولزيادة شراكة الأمم المتحدة مع الحكومة لضمان تطبيق ناجح، لأنه عندما تنجح الحكومة في حياة كريمة ذلك يعني أنها سوف تنجح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا سيدة بانوفا.